امبارح اتكلمت كتير على محمد النني، خدنا وقت كبير جدا في الكلام على محمد النني، وانا عاده اتحدث عن محمد النني في كل المواقف، حتى مع منتخب مصر الاول، قد ايه لاعب مجتهد، قد ايه لاعب راجل، قد ايه لاعب مخلص، قد ايه لاعب في كل الظروف وفي كل الاوقات هو اول من يتصدر المشهد، دايما ملتزم، دايما مع منتخبات مصر المختلفه. لا اتكلم مره، ناس تنتقد، الناس تزعل، الناس تتكلم، لا رد على حد، لا لمح مع حد، هو راجل بيركز بس في الملعب، واحد من اعظم المحترفين اللي جم في تاريخ كره القدم المصريه. معايا عبر الهاتف الان كابتن ناصر النني، والد الكابتن محمد النني. يا كابتن ناصر، مشرف ومنور حبيبي، وسعيد جدا بتواجدك معايا. الله يكرمك يا كريم، ربنا يديك الصحه حبيبي. وحشنا جدا، وكلام جميل، وكلام يعني، وانت طول عمرك بتتكلم عن محمد كويس يعني. لا الحمد لله، عشان هو يستحق دايما كل كلمه طيبه يا كابتن ناصر. والله الحمد لله كابتن، والله ربنا سبحانه وتعالى كريم، يعني تملي بينصف فعلا اللي هو مجتهد، وفعلا ما تشوف محمد في اي موقف هتلاقيه واقف برجوله، واقف برجوله، واقف بثبات، وعنده ثقه في نفسه. فالحمد لله يعني اللي وقعت، فالحمد محمد اول فتره دي والله بجد. اداؤه مع المنتخب الاولمبي كمان يا كابتن ناصر، اديك شايف ردود الافعال، كل الناس شايفه انه محمد النني قائد حقيقي لمنتخب مصر، مش مجرد لاعب كبير يعني، كمان بيلعب دور قائد عظيم مع لعيبه شباب. رايك ايه في اللي بيقدمه محمد والله النني؟ والله كم مره انا شفته، العيال بتيجي يعني الاولاد بيجروا على محمد اكتر ما اثر فيها جدا، لان يعني سياده الوزير والمدربين والاولاد كلهم بيجروا على محمد، كله ده وصل الحب في اسبوعين ازاي؟ صحيح. ده دراسات على محمد النني، والله يا كابتن كلام بجد، يعني دراسات فعلا اتعمل على محمد النني. الاخلاق والثبات، الانفعال اللي هو النهارده هيتحكم عليا بقى لو بقيت وحش خلاص بطلت. صح. صح. لان النهارده بيقول لك انا هقف راجل في وسط الملعب ونجح المنتخب الاولمبي عشان الناس كلها ترفع راسها. ترفع راس مصر. صحيح صحيح، ده اللي عنده وده الاثبات اللي عنده. بالمناسبه يا كابتن ناصر، امبارح كنت بتكلم على جزئيه مهمه جدا، انه محمد النني بعد انتهاء مشواره مع ارسنال طبيعي دلوقتي بيبحث العروض اللي بتجيله عشان يلعب لها، فكان ممكن يعتذر بشكل محترم جدا ويقول يا جماعه والله معلش عشان دلوقتي ببحث يعني في نادي او ببحث في العروض اللي جايه لي، فمعلش مش هشارك. الراجل ساب كل دوت وراح اشتغل مع منتخب مصر، لان هو بيحب بلده فعلا. محمد منتخب مصر يا كريم بالنسبه له حياه. يعني محمد لما يبقى قاعد على منتخب مصر تحس ان هو اكثر واحد زعلان. صحيح. انا لان انا مربي وعارف، يعني لما بيبعد على منتخب مصر بحس محمد متضايق جدا. اتاثر يعني. اتاثر اتاثر يا كابتن ناصر الفتره اللي فاتت لما بعد عن المنتخب الاول؟ يعني ايوه اتاثر، لانه هو بيحب المنتخب. سيبك يعني يلعب مش يلعب، دي حاجه بتاع مدرب، لكن هو حابب المنتخب. بيحب يلعب في المنتخب، وبيحب يبقى يعني النهارده بيلعب مش بيدور على نفسه. في لعيبه كتير ده انا هلعب عشان اجيب جون، لا محمد بيدور على زي المنتخب الاولمبي كانت شايفه ان هو واقف بيدور على لعيبه كويسين. صحيح. بيدور على نفسه. صحيح. وعشان كده هو طلع كويس. صحيح. صحيح. طب كابتن ناصر، طبعا انت شايف مع التالق العظيم ده وانت بتتابعه، اكيد اصدقائك حتى بيكلموك طبعاً. ويسالوك يقول لك ايه بقى؟ تلاقي جماهير الزمالك داخله عايزين محمد النني في الزمالك، تلاقي جماهير الاهلي داخله عايزين محمد النني في الاهلي. انا فرحان والله، فرحان جدا، فرحان ان محمد فرحان. فرحان اللي هو في منتخب مصر، وفرحان اللي هو بيأدي الاداء دوت، وراجل بقاله 6 شهور ما بيلعبش. لازم محمد عمل عنده دراسات قد ايه يا كابتن كريم؟ والله بجد مش هزار. صحيح. راجل ما بيلعبش ويوصل للمستوى ده ازاي؟ جاب اللقب دي ازاي؟ جاب عيال 20 سنه و21 سنه بيلعبوا. لا ده من غير عادي. من يعني شهر 2 بس، انا افكر الناس من شهر 2 مع ارسنال. من شهر 2 اخر مباراه بيشارك فيها بشكل اساسي كان في كاس الامم الافريقيه. رغم كده هو اكتر معدلات جري في منتخب مصر الاولمبي. يعني دي والله بجد يعني حاجه الواحد يعني انا فرحان لمحمد جدا ان هو العزيمه والانتصارات دي عنده، دي اللي فرحانه جدا والله.